السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. من بعد ما عطينا ثلاثة ليكا ديال الصيغاج في الفيديو السابق، اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نعطيو كاتخيام كا اللي بقات لنا. وغادي دونك آخر كا ديال الصيغاج، غادي نعطيكم واحد الجدول، يعني باش نهار الامتحان غادي تحاولوا تحطوا داك الجدول قدامكم، وباش ما تنساوش يعني وتتذكروا جميع يعني لي كار اللي درنا ديال التيراج. دونك كاتخيام كا كتقول لنا تيراج افيك غوميز، يعني مع التكرار اي سون اوردر، دونك الترتيب ماشي مهم. لو نومبر دو بوسيبيليتي بور شوازي بي ايليمون سون اوردر اي افيك ريبيتيسيون بارمي ان ايليمون اي، العلاقه كتقول لنا هي كاردينال ديال اوميغا كتساوي لنا كا بي ان. دونك هاد كا ما يصلحناش نحسبوها، دونك عطاوها ان نوتر ريغل اللي هي الكومبينيزون. دونك حولوها للكومبينيزون بي، وكنديرو هنا ان زائد بي، دونك ان زائد بي ناقص واحد هنا، فهمتوني؟ دونك هادي صافي، هادي خلاص، يعني كنديرو هي ان فاكتوريال بحال هادي. دونك هي هادي فاكتوريال على على هادي فاكتوريال عامل لان ناقص بي، دونك عامل لان ناقص بي فاكتوريال. دونك من بعد ما تعرفنا على كاتخيام يعني لي كاتر كا ديال التيراج، دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نعطيكم هذا الجدول، يعني باش نهار الامتحان غادي تحط هذا الجدول قدامك يعني في ورقه الوساخ، وغادي تخدم عادي دونك على حساب شنو عطاوك في التمرين، وغادي تجبد يعني المعطيات اللي غتحتاج، واش ان اوس بي ولا لارونجمون ولا الكومبينيزون ولا كا اوس بي من ان. دونك بروميير سي عندنا لوردر وعندنا الغوميز. دونك الى جيتو معايا، دونك او مع اس مع او عفوا مع ار، شكون اللي كيتسبق، واش او ولا ار؟ دونك او عاد كيجي موراها لا لتر ار، دونك اوردر كنحطوه يعني هنا، هنا هو الاول، دونك الاول كنحطوه في هاد في هادي. دونك لوردر هي هادي، هادي هي المكانه ديالها، هاد هاد الكولو. وبالنسبه للغوميز كنحطوه في هاد اللين، دونك لوردر هنا واللي الغوميز هنا. دونك افيك مع الصون، دونك ا مع اس، فراه ا هي اللي كتسبق قبل من اس، دونك غادي نحطو افيك هي الاولى وعاد الصون، كذلك هنا افيك وهنا الصون. دونك الحاله الاولانيه في الفيديو السابق شنو لقينا؟ لقينا كاردينال ديال اوميغا كيساوي هي ان اس بي. الحاله الثانيه اللي لي ارانجمون لقينا اي ا ان بي، الحاله الثالثه لقينا الكومبينيزون بي ان، الحاله الاخرانيه كاع لقينا ك من بي اس ان، وهادو راه يعني عرفنا كيفاش الطريقه ديال. دونك افيك مع افيك كنلقاو هي ان اس بي. دونك انت نهار الامتحان غادي تحاول تحط هاد، غادي تحاول تحط هذا دونك باش تعقلوا عليه. دونك كنجيو هكا، يعني حنا الطريقة باش خدمنا، دونك جينا هاكا، هذا هو يعني المنحة، دونك المنحة هو هاكا، هذا هو المنحة الموجب. دونك انت بديتي من ان بي، ملي تحط هادو مزيان، دونك دير هنا لوغدغ ودير هنا الغوميز، غادي تعقل عليا بأن عندنا ان بي في الحالة الأولانية، ولارونجمون في الثانية، والكومبينيزون في الثالثة، وكا في الرابعة، دونك هاكا غتجي وغادي تكتبها هنا. دونك نهار الامتحان حط لي هاد هاد هذا هاد الجدول يعني في ورقه الوسخ، وغادي تمشي غتقرا التمرين ديالك. لقيت يا سيدي افيك افيك اوردر مع افيك غوميز دير كاردينال ديال اوميغا كيساوي ان اس بي، لقيتي افيك اوردر سون غوميز غادي تمشي نيشان الجدول، غادي تلقى بان هي لارونجمون. مشيتي ولقيتي سون اوردر سون اوردر سون غوميز مثلا، غادي تلقى بان هي الكاردينال ديال اوميغا كيساوي الكومبينيزون، فهمتوني؟ دونك حط هاد الجدول في الورقه ديال الوساخ حول ما امكن، يعني تخدم عادي. و كنظن يعني الا عقلتوا على هاد الجدول فراه ما غادي تنساو، يعني الليله ديال الامتحان حاولوا ما امكن تراجعوا هاد الجدول، وبالتوفيق ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.